نسبة ثقتك في نفسك كم في المية؟ احنا بصلاة على النبي محمد ازاي شد الشيء الزن 85 98 في المية 90 في المية مفيش المفروض الثقة ما بتتقيسش ب اي جديدة عملت معايا قول 80 90% 85% 100% طيب ممكن توريني صورة البطاقة؟ اوكي ماشي بتاع اي جديدة عملت معايا دي ايه ده؟ وريني ممكن اه بس مش هتصورها اكيد خلاص ماشي بسرعة طيب ممكن توريني صورة البطاقة البطاقة في الشنطة المية في المية راحت يلا يا باشا بعد الشنطة صدقني حلو في البطاقة برضه عايزها عين لازم؟ اه لازم بس ما بلاش لا قصدي دي مصيبة مش 85% يا عم مال 25 تانيين في البطاقة 25 تانيين في البطاقة ايه يا عم ده بص انا ايه ده انا مش غلطتي بص انا جابها تصور راحت الست بقول لك قالت لي تعالى كده شوية فانا كإنسان طبيعي رحت عملت كده قالت لي لا ميل كده فرحت عملت كده بس يعني انت بتلحق تقعد بس يقوم دايس على طول فاهم هي الكاميرا كانت معوجة فكسلوا يعوجوا الكاميرا يعدلوا الكاميرا لا فاهم لسه هتمد دراعها لا بلاش بقول لك دلوقتي لو سمحت انا انت بطال قوي جاي بعد اذنك وريني انت بطال قوي مش جاب الكرنيهات والجو ده كله عايز اشوف البطاقه وريني بطاقتك ايه وريني بطاقتك يا ابني ما انت وحش معايا طب اقول لك فكره وريها لي طيب انت وبعد كده وريها لك اقول لك فكره حلوه وعد واحد اثنين ثلاثه مطلع كده يا عم ما تخافش يا عم شوف عادي يا عم احنا كلنا بقول لك انا وريها بس اب خلاص بس معاكم اشك بتاعه في مصر اقسم بالله العظيم ما عرفش يغفلني استنى بس تعالوا هيوريها لي بص قاعد ازاي قاعد قعده محترم روش قاعد ما تغفلتش خالص بقيت ليه بقى كله عامل كده صدق بالله اه لا صورة البطاقة احلى اقسم بالله كل اللي قال لي كده